السلام عليكم ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. دايما في كل بدايه فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لي لايك على فيديو او دعمني او وقف جنبي او سندني. بجد يا جماعه انتوا بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجي لي يوميا على الفيديوهات اللي انا بنزلها على القناه، ودايما واقفين في ظهري ودايما بتساندوني ودايما بتشجعوني. ويا رب دايما نتجمع على خير، ويا رب دايما يعلم من شان الجزائر العظيمه ويبارك في الارض الطاهره دي. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن
هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بعد ما شفنا الفيديو الجميل دوت انا بجد مش لاقي اي كلام اقوله اوصف بيه بلد الجزائر، ومش لاقي اي كلام اقوله اوصف بيه اهل الجزائر، ومش لاقي اي كلام اقوله اوصف بيه قد ايه فخري وقد ايه امتناني وقد ايه سعادتي ببلد عربيه ومسلمه زي الجزائر. انا بجد فخور جدا ان في بلد عربيه ومسلمه اسمها الجزائر يا جماعه. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.